في الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا على مشاكل عمود فقري اللي كل انسان في حياته مره او اتنين على الاقل بيتعرض ليها، واشرنا طبعا لاطلاق الام الظهر والرقبه الناتجه عن الانزلاق الغدد. وبرضه عشان افكركم احنا قلنا ان الغضروف هو الماده الهلاميه او الجيلاتينيه اللي بين الفقرات واللي بتنشف فينا كلنا بالسن، ولكن لو العضلات ضعفت نتيجه اجهاد او ارتخاء يبقى الغضروف بيبدا ينضغط وبالتالي ياثر على الاعصاب بتاعت الاطراف، ممكن في صورة ألم أو تنميل أو خدر أو ضعف أحيانا في الأطراف. إذا آلام الظهر والرقبة بوجه عام كلنا ممكن نتعرض لها، ولكن لا تعني على الإطلاق إن هو الحل بتاعها هيكون جراحي. ثقافة علاج مشاكل الظهر والرقبة اللي أنا بقول إنه بنحاول ننشرها في مجتمعنا هي معرفة المعرفة. معرفة إمتى أروح للجراح أو إمتى أروح للطبيب المتخصص، إمتى أعمل عملية وإمتى ما أعملش، أسأل مين، هل يا ترى الامر بقى من خطوره بمكان بحيث ان انا ابتدي اتوجه الى شخص متخصص في الجراحات، هل اوافق على الجراحه على طول، ايه اللي اعمله عشان اتجنب التدخل الجراحي، كل هذه الامور تهمنا في برنامجكم المشاهد. في المرات اللي قبل كده ركزنا جدا على التعليمات التي تمنع حدوث الانزلاق الغضروفي او بداياته على الاقل، تعليمات الرقبه والظهر اللي هي تجنب الاجهاد، تجنب الارتخاء، ووضع الجلسه والنوم والتمرينات. وقلناها باختصار، ولكن في نقطة هامة جدا نحب نتكلم فيها على العمود الفقري بوجه عام، طبعا لأهميته في جسم الإنسان كهيكل محوري بيتركب حوالين الهيكل العظمي كله، وفي تكوين العظام الداخلية بيكون فيها كرات الدم الحمراء، وطبعا في أهم شيء وهو الحبل الشوكي اللي بيربط ما بين المخ والأطراف. إذا أهمية العمود الفقري في الإنسان تختلف عنها في باقي الحيوانات الثديية، لأنه الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمشي على طرفين. زي ما قلنا إن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيمشي على طرفين في وضع الاستقامة أو في وضع فرد الظهر زي ما بنقول عليه، حتى القردة المطورة اللي هي البابون بتمشي على طرفين في أغلب الأوقات، مش طول الوقت، أحيانا بتستخدم الأربع أطراف، بالإضافة للعمود الفقري بتاعها مش مستقيم. ولذا العمود الفقري عند الإنسان بيحمل حمل أزيد من اللزوم، لانه تحت ضغط، طبعا تحت ضغط في وضع الوقوف غير لما يكون الانسان مستغرق. من اسوء الاوضاع لعمود فقري بوجه عام الجلوس، لانه الوزن الجسم بيتوزع على اخر خمس فقرات. الهام جدا في جراحه العمود الفقري، طبعا كل الجراحات لها تخصصاتها المختلفه اللي بتدخل فيها، ولكن العمود الفقري بيبدا من التشخيص بالفحص طبعا المرضي، فحص المريض بالكامل، ثم التشخيص عن طريق استخدام الوسائل المساعده اللي هي فرقيه الاشعه العادية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ورسم الأعصاب وتحاليل الدم، كل ده جزء هام جدا. نمرة ثلاثة الوصول إلى الشخص اللي هو بيحدد نوع المرض، هل هو يا ترى مرض يحتاج تدخل جراحي أم إنه نكتفي بالعلاج التحفظي اللي هو في صورة الأدوية الكيماويات، يعني أدوية كيميائية والعلاج الطبيعي أحيانا وبعض التعليمات، وده هام جدا. ثم تأتي دور الجراحة لو اضطرينا للجراحة، وبرضو عايز اطمنكم انه نسبة من يحتاج الى تدخل جراحي من بين اللي بيشتكوا من الام الظهر والرقبة فقط 2% فقط. يعني بعض الناس يقول طب ازاي انا بسمع انه كل سنة بيتعمل حوالي 300,000 حالة جراحة لعمود فقري، حقيقي دول 2% من اللي بيشتكوا من الام العمود الفقري بوجه عام. اذا معنى هذا الامر ان العمود الفقري بيخضع لشيء بنسميه مالتي ديسيبلينري تيم او فريق منظم متكامل. يعني ما ينفعش انا اكون جراح كويس قوي وما عنديش علاج طبيعي كويس او تمريض. ما ينفعش اكون انا جراح كويس جدا وما عدتش العين قبل العمليه بصوره مناسبه او معيش الفحوص المناسبه. اذا هنا وجود فريق متكامل للتشخيص والعلاج هام جدا في العمود الفقري. وجود الفريق المتكامل لعلاج حالات العمود الفقري هام للطرفين، لكل من الطبيب وللمريض، لانه انا كمريض يهمني اطمئن انه اوضع في الاعتبار او القى الرعايه الكافيه من الالف للياء. يعني ما يكفيش ان انا بسمع عن جراح كويس قوي
واروح له وينتهي الامر. الحقيقه لازم عده اشياء وانا بنصحكم بيها وبنصح نفسي بيها وبعملها الحقيقه، انه لابد بسال عن الجراح ولازم اساله عن الحالات اللي عملها المشابهه لحالاتي، ولازم افهم منه. يعني ما يكفيش يقول لي تشخيصك كذا، طب والله ممكن تشرح لي؟ دي ثقافه مهمه. ثقافه مهمه ان انا ابحث في المراجع او الانترنت، ده لازم لينا الكلام. اسال اهل الخبره، يعني طبعا مع احترامي للجيران والاخوه والاصدقاء، كل واحد بيحب يدلي بداله، ولكن الموضوع ده موضوع متخصص جدا، ممكن شخص يبقى اعراض مشابهه ولكن السبب مختلف تماما واضيع انا بسبب هذا الامر. او ان اروح مباشره لشخص اقول له اديني الدواء المسكن الفلاني لاني سمعت انه حسن. ده من الاخطاء الشائعه اللي كلنا بنعملها للاسف. يعني من باب كذا شيء، اول شيء ان انا بستسهل الامر، كده اسهل ان انا اخد مسكن وقد انه يروح لوحده. نمره اثنين ما حدش نبهني لخطوره الموضوع. ولكن بوجه عام بحب ادي معلومه عامه كلنا نعرفها، ان اي نوع من الالم يجي ويروح يختفي ما يخوفناش. يعني لو شخص جه قال لي انا احيانا او ساعات بيجي لي الم رهيب جدا في دراعي، واقول له دلوقتي فيه ايه؟ يقول لي ما فيش، يبقى لا يمكن ده يكون شيء خطير او يدفعنا للقلق. انما اي نوع من الالم بيتزايد في مرات الحدوث او في الحده، لازم ننتبه ان ده امر يستدعي اللجوء الى متخصص. نمره اثنين البحث عن متخصص بقى. لما نوصل للشخص اللي هو متخصص في هذا الامر، لابد اساله عن الحالات المشابهه اللي عملها، واساله ان يشرح لي بصوره مبسطه طبعا، وده دورنا بقى احنا كاطباء، انه اوصل لكل مريض مهما كان درجه ثقافته الامر اللي هو عنده. نمره ثلاثه انا بنصح كل الاخوه المشاهدين الساده المشاهدين، انه لو تقرر تدخل جراحي لازم نسال ثلاثه متخصصين، واللي هيجمع عليه اثنين نعمله، لان في مقوله شهيره انه الطب مختلف في الاراء. يبقى اذا اللي احنا بنقوله دلوقتي اهميه انه ما نندفعش لا في الجراحه او قرارها، ولا في ان نكمل علاج مجرد بناء على سماع راي الاخرين. ولكن لو وصلنا للقرار بناء على طلب او راي الطبيب طبعا المتخصص، لابد ان نترك الامر ده او تحديده لشخص احنا اعطيناه له ثقتنا تماما. لانه لو فكرنا كلنا بالام الظهر والرقبه، انا ممكن ما اقدرش حتى اروح للدكتور، ما اقدرش اتحرك في بيتي، ما اقدرش اؤدي عملي، ما اقدرش امارس رياضه. ودايما في جمله بقولها لكل المرضى، انه معنى كلمه الشفاء هو ان انا امارس حياتي بصوره طبيعيه بدون دواء وبدون الم. يعني انا لو قلت لمريض او شخص عنده الام شديده في الظهر بدون ما اشخصه، نام في السرير، طب انا ما عالجتوش، او اديته ادويه قد كده ما عالجتوش برضه، او انه عالجته بصوره ما ولسه الالم موجود، يبقى برضه ما تمش العلاج. اذا الشفاء هو ان نمارس حياتنا بصوره طبيعيه بدون دواء وبدون الم، حتى لو اضطرينا انه نعمل تدخل جراحي. والحمد لله الجراحات دي هنتكلم في الحلقه الجايه على مدى انها بقت بسيطه وناجحه جدا والحمد لله. وانا بكلمكم هنا من مكان بتجرى فيه هذه الجراحه يوميا عشرات الحالات. ومن هذا المكان في بلدنا الجميله مصر، مئات والاف الاماكن المشابهه والاف الجراحين المتمكنين. يبقى النهارده احب الخص لكم اللي قلناه، انه احيانا يكون الجراحه هي الخطوه الاولى على طريق الشفاء. والحمد لله طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وايماننا انه بنتق عملنا، وده نقطه اتكلمنا عليها في الحلقات الاولى، اهميه الاتقان والالتزام في العمل. نمره اثنين ان بنسال وناخذ بالاسباب. نمره ثلاثه نثق في الشخص اللي احنا سالنا عنه وعرفنا عن خبرته. في هذه الحاله بيكون الجراحه داخل لها بروح بالعكس طيبه، انه هي اللي هتخلصنا من الام سواء كانت حاده او مزمنه بقالها سنين، وكنا متخوفين لكلمه رعب كلمه الجراحه او جراحه العمود الفقري. ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى الجراحات دي هنوريكم طبعا في الحلقه الجايه ان شاء الله صوره من ارض الواقع في غرفه عمليات من غرف المستشفيات المجهزه، تجهيز عالي جدا، ويعني مش بنعملها ده المستشفى مش هنقول اسمها، ولكن منها الاف المستشفيات في مصر والاف من الاطباء المصريين النابغين على مستوى العالم. وان شاء الله بغض النظر انه كان العلاج جراحي او طبي او طبيعي، بندعو للجميع بالشفاء، وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه بدون اي الام في الظهر والرقبه. الى اللقاء.